في الشارع بدلا عن المدرسة. ضنك المعيشة وغلاء الأسعار أجبرهما على تحمل حرارة الشمس كل يوم في الشارع. الطفلان أحمد وأيمن لم تجمعهما صلة القرابة فقط، بل جمعهما درب الكفاح المبكر. يبذلان جهدا كبيرا في إقناع المارة وسائقي المركبات بشراء الليمون، السلعة الوحيدة التي يبيعانها والمصدر الوحيد لتوفير أساسيات العيش لأسرتيهما. والله إن إحنا خرجنا من المدرسة عشان نشتغل وأبوه ما يقدر يشتغل، وإحنا عشان خرجنا من المدرسة يعني نشيل فلوس نخرف مصاريف البيت، ونساعد إحنا وأخوي ساعد الوالد. درست لما سابعة وقلت خلاص بنشتغل بنغد على الأسرة، بقعة غالية الآن. تمام والله كويس. كغيرها من شوارع محافظات البلاد الأخرى، ينتشر العشرات من الأطفال الذين احترفوا مهنا تفوق قدراتهم العقلية والبدنية، فيما يمتهن التسول أطفال آخرون. مختصون اجتماعيون لا يرون في عمالة الأطفال آثارا مستقبلية على حياتهم فقط، بل يذهبون إلى أبعد من ذلك، إلى تأثير قد يطال الأمن والسلم الاجتماعي. قد تكون أثار على مستوى الشخصي لهذا الطفل في المستقبل، كيف يكون نظرته للأطفال، وقد تكون على المستوى العام إنه هو اللي هي أقصد بها نفسه هو الطفل يتعرض لآثار. بعض الأطفال في عمالتهم يبتزون، ابتزاز هذا مشكلة كبيرة، يتعرضون للتحرش، طبعا هذا أثار أكبر من الأثار اللي هي العمالة. فالأطفال هنا تلاحظ هذا اللي يشتغلون يعني بعضهم حتى ما يميل لتكوين الأسرة، لماذا؟ يقول لك يكفي ما شفته في طفولتي. الحرب الدائرة في البلاد والتي تدخل عامها التاسع ساهمت في ازدياد أعداد العمالة الصغيرة من الأطفال، كما لا حلول تلوح في الأفق للحرب. لا حلول أيضا لهذه الظاهرة التي اتسعت رقعتها أكثر من ذي قبل. على الرغم من المواثيق الدولية التي تجرم عمالة الأطفال، إلا أن الوقائع في الشارع تقول عكس ذلك. ليظل الأطفال وحدهم من يدفع الثمن، ثمن لا تقوى أجسادهم النحيلة على تحمل مشاقه. أسم البحيث، قناة الغد المشرق، المكلا.